السلام عليكم متابعي جريدة صوت العدالة. نحن الآن بمباشر بالضبط مدينة قديمة بدرب خليفة، حيث هناك سيدة عجوز تعيش بمفردها في المنزل. كاين لا ما لا ضو لا والو. السيدة وصلت لواحد 90 عام، ما كاين اللي قابلها إلا بعض الجيران. عندها واحد الولد برا يعني تنكر ليها، وعندها العائلة ديالها هنا يعني مسك عليهم الله، ولكن تحت ليلة الله تحت ما تيديها فيها ولا كاع نوضوا الصداع عليهم. الجيران تينوضوا عليهم صداع، يديوها نهار والغد يجيبوها عاوتاني يحطوها ويسلتو. خلينا بوحد الناس ولاو خايفين. السيدة ما بقات لا تتعقل لا والو، تتمشي للبوطة تشعلها وتهداك يعني. حتى الجيران اللي حداهم ولاو خايفين على ريوسهم على وليداتهم، والدار أيلا السقوط خايفين لا طيح عليه عليها، وما كاين لي لا حليل لا رحيم. يعني المعاناة تاع عينات السيدة وعندها واحد 90 عام، يعني ماشي شي مرة هذاك ما بقات لا تتعقل لا والو، لدرجة تتقلبها على الخضرة خضرة هاكاك تتاكلها انت كما تنشوفوها هي في هذاك هنا. الناس ولاو مغبرين على البريكات، مغبرين على كل شيء باش من هذاك زيادة. لكن لا ما شربش لا ما جابوش لا الجيران لا ضو في الدار لا والو. يعني حتى بعد الجيران هما تيدخلوا لها مسكينه ما تاكل. دابا حد الان طلعوا عليها دابا لقاوها 3 ايام ما واكلاش، عاد جايبين لها مساك الاتاي وهذاك الشيء اللي قسم الله. وما مع العلم ان الناس هنا مساكن تيعاني وتاهم من الفقر والهشاشه. ومسكينة وراهي ما تسمع ما والو باش هذاك. مي كبيرة مي كبيرة مي كبيرة كنشوفوها ما تسمع ما والو، ما تعرف ما نحاولوا دابا نشوفوا الاراء ديال الجيران هنا. انا بطل نشوفوا نحاولوا الاراء ديال الجيران. يعني الدار بقات فيها هي واحد جارتها بخلوها على وليداتها مشات كرات، بقات فيها الدار عايه ديالها بوحدها. كاين اللي مقابلها ما والو. شي هنا من الديور ال السقوط. كنشد الشري قول لينا المعاناه ديال هاد السيده هنا. الله يكبر بك. السيدة خويا راه كتبقى الليل وفي مكتار كتغوت وهادي وكتشمع تنخاف وتحرقها. يعني تضوعي بالشمع؟ اه ما عندهاش الضو تضوعي بالشمع؟ عندها ما عندهاش الضو، كتضوي غير بالشمع. وخفنا شي نهار شاتها العافية وما عندها حد، كتكون بوحدها. واش هي ما عندها لا عائلة لا ولاد؟ لا عندها عائلة كتمشي وكيجيبوها وكيخليوها لنا بوحدها كتبقى. والمرة ما عرفتش شحال في عمرها. 90 عام. اه 90 سنة. راك شتي الحالة ديالها كي دايرة، وإلا طرات لها شي حاجة شكون غادي يكون بها؟ شكون غادي يشوفها؟ هي تاخد ديك الشمعة ومثلا تشعل بالسداري ولا هادي، شكون لا حول ولا قوة إلا خويا هاد الشيء راه. واش اتصلت بالمسؤولين باش يديوها لدار العجزة ولا شي حاجة؟ لا نكذب عليك، السيدة قالت هذا دابا داك اللي شفت أنا قلتو. أنا ما غاديش نكذب، راه عندي أنا 70 سنة في عمري. ايوا كتبقى فيا مسكينه، نعطيها الرايد ما كتبغيش، نعطيها نجيب لها الحليب كتقول لك لا، وتبقى تغوت هنا وتبكي هنا. ها المره الاخرى هي يعني تقدروا تتصلوا بالسلطات المحليه هنا المقدم ولا شي حد يديوها لدار العجزه ولا شي. اخويا شنو نقول لك، الناس بغاو يمشيو مشيت انا ملي شفت عيني نقولها هذا حق ديال الله. مرأة مسكينة هي قالت السيدة عندها 90 سنة وجارتنا راه سنين هذي، ودابا راه ما عندها حد. انت كتشوف فيها عندها الله سبحانه.
يعني انت يعني الضرب وحده فيها بقات بوحده يعني خوات كل الدار بقات عيب وحده. ودابا هاد السيده كتجي هي ما كايناش هنا كتجي مره مره. هي اللي كانت مقابلاها. ها هي مقابلاها هكا عندها هي وليداتها راه ماما طنجه ولا من بلاصه راه كتجي كتبقى مقابلها وملي تمشي هاد السيده تقول غادي قابلها. حنا كنخافوا ديك الشمعه وبعض المرات تخلي لك البوطه شاهده من محلوله. واخويا لا اله الا الله. شكرا يا استاذي. قربينا لاله من هذه الحاله ديال هذه السيده الله يكبر فيك. نقول لك اخويا ديما هي دابا مسكينه تتحمل هي ديما ديال هذه الحالات تتخلي كيما قال السيد تيخلي البوطه تتخلي الشمعه عاد تختار تمشي هذيك الجهه وترجع وحنا مقابلين بحال امي الكبيره تخلي تلعب في حالها تلعب في حالها ما تخرجش تتبقى تجي بشويه بشويه شحال دابا في الوقت هي تتعاني من هذا المشكل؟ ولا فين مشى ولا فين مشى ما تتصلوش به ما تتصلوش اه يعني هاجر عمره ما سول عليها شكرا لك قربينا اختي انت كيما جارتها وكيما قلنا تحولتي من هنا قول لينا كيفاش انا الجاره ديالها هاد بنتها كابره انا معاها وليداتي ولدتهم كلهم ولدتهم هنايا فهمتيني انا ملي وقعوا لي مشاكل مع راجلك تزوجها به وكذا وهادي خويت انا خويت بقى عندي الدار ديالي ساداها ودوزت ولكن ملي زدت انا هاد المراه تكرفسات كيش لي غادي يكون بها كيديو عائلتها كيعاودوا يجيبوها فهمتيني يديوها يومين ثلاث ايام كيعاودوا يجيبوها كتبقى هنا ثلاث ايام اربع ايام بلا ماكله انا دابا جيت على غدا لقيتها طايحه عينها زرقاء ما واكلاش ملي كنسول الدري اللي جابها قال لي دابا ربع ايام ما جات طليت عليها اذا ربع ايام ما واكلاش الشيء الماكله اللي شاده الخضره خضره مقرطاها غتاكل واش هي غتاكل الخضره خضره ممكنش وما تسيدي يدار ليها حل دابا انت تحولتي شي بلاصه بعيده ولا عا حداها باش تطلع عليها مره مره انا مشيت لطنجه مشيت للدار ديال اختي ساكنه في طنجه دابا فهمتيني حيت انا عندي مشاكل وما يمكنليش نبقى في الدار ان اصلا الجار ديالي تحتاني ما بقاش حتى هو هنايا سادينا وحيت الدار اي لا سقطش نطيح عليها من غير هادشي كامل الدار اي لا سقطش نطيح عليها ملي طيح عليها الدار هادي وطيح عليها مرا في عمرها 90 عام ما كاينش اللي كيكون بهاد المراه هادي الا ما عطيتش ليها كاس الماء ما يمكنش لها تنوض تجيبو حيت ما بقاوش عندها الركابي في عمرها 90 عام كتدخل وكتخرج في الهضره داك النهار انا هي خرجت متسخر نجيب لها مشاكل خرجت هنا كتعددها الجاره كتعدد كتقول لهم وعيشه ماتت وعيشه ماتت الجيران تخلعوا كيسحب لهم بصح حليت انا مت طلعوا كيتجراو كيقلبوا الدار كامله ما لقاونيش حتى تيشوفوني وهي المراه كتبكي كتعدد لدرجه ان الانسان اذا شافها كتعدد وكتبكي غيتيق بانني انا فعلا مت وهي مال عندها الطونسيون شربش الدواء ديالها ديال الطونسيون لعب على الطونسيون تقدر تحماق تدخل في الزنقه تديع ما يعرفهاش بنادم فين زادت اذا خصي دير لها شي حل يكون بها شي حل دابا ما حدك هنا ما كنتمشي عند المقدم ولا القايد تعاودي لي على المشكله و... انا عند المقدم انا المقدم ملي مشيت عنده قال لي لا انت ما كتمشيش في لاكارت ناسيونال ديالي انا باش انا الدار ديالي هنايا شحال باش خويتي دابا 17 عام وانا كنسكن هنايا شحال باش خويتي دابا عامين فهمتيني بحالي بحال جيراني اللي تحت ولكن ما يمكنليش انا نجلس حيت انا عندي مشاكل مع راجلي كتب زوجها بي وعندي مشاكل معاه في المخزن وكذا وهادي خويت انا ما بقيتش باغا المشاكل يعني الانسان انا عندي ولادات خصني نخدم عليهم خصني نكبر دوك هذا ماشي انا نتي تم ولادي ولادي يبقاو في الزنقه دايعين هذا هو السبب علاش انايا باقي الحوايجي باقي كلشي هنايا هزيت غير الساك ديالي وحوايجي يعني مقدم ما خلاك تطرحي حتى المشكله اللي ديال السيده قال لي خديت التليفون ديالو قال لي انا غادي نجي وغادي نشوف غنسولك تيجي دابا انت كتكذبني انا جي سول الجيران غادي يقول لك واش انا واش كنت ساكنه هنا ولا ما ساكنش انا 17 عام وانا هنايا جي سول الجيران بان ديك المراه كتبقى بوحدها ما كاينش اللي كيكون بها دابا غير ما فيه فويت 10 المليون اللي سايحه غير تحت الارض 10 المليون ديال الماء ملي قالت له راه 10 المليون ديال الماء دابا الدار شبعان 10 المليون ديال الماء تحت الارض اذا ما تهبطش على شي نهار غتهبط عليها شي نهار تقلب على هاد الماء اذا واش الماء ضربت تمارة حياتها كامله جيتها الاخر في العمر ديالها وتموت تحت الردم ما يمكنش الانسان تكون فيه الانسانيه شكرا كما تنقولوا لا حول ولا قوة الا بالله هنا معظم الديور هنا مسدودين كما تلاحظوا هما يعني هنا الديور اي الدور الاذى السقوط ومؤخرا يلا طاحت واحد الدار هنايا كتشوفوا بان المرأة كتبقى بوحدها بلا ماكلة بلا والو دابا هي كتبقى بلا ماكلة بلا والو انتم هضرتوا في هذاك الدار سمعتي وعائلتها يديوها في
لطيفه هي كذلك ومثال هاي الجرايه الفوقانيه. اذا انا عيطت لك واحد النهار البنت حتى وقالت لها ما تبقيش عيطي لي انا كنعيط على الطونسيون، ما تقوليش لها راه هي الجرايه ديال الفوقانيه مع العائله ديالها. اه الجيران هما شاريين هذا في الحق، بلا ما كيقولوا الشهاده ديال كلمه الحق كنقولها، حيت غدا وبعد غدا الموت، حيت هاد المراه يستحيل شي واحد يتخلى عليها لانها مراه كبرات، ماشي حتى ديال الانسان، هي مالا كانت هكا؟ هي الحيوطه كانت كتحكم، مراه نقيه هكا كدير كتشعل بنقه، تلقى غير الفرد حتى خضر تنوض تحيدها مسودنا بنقه بل... ولكن شوف دابا حتى كيف. هي المراه اجي قالت لك. كلها طاحت، كلها طاحت. عايزه نديها، ما بغاوهاش نديها. اه لا ما بغاوهاش نديها، الا ما بغاوهاش عائلتي تكفلوا بها بالليل وبالنهار وتبقى معاهم حتى ما عرفنا حنا شكون السابق واش هي ولا حنا، الا ما بغاوش يتكفلوا بها انا نديها، حيت اصلا وليداتي كيقولوا ليها امي مربياها. انا نهار اللي شفتها نعس معاها بالليل وشفتها كيفاش كتهضر بالليل انا بكيت، كتهضر بالليل بوحدها مسكينه بقات فيا. نسعيد تخلي هاد المراه هكا بوحدها مسكينه كتهضر بوحدها، كتهضر مع ما كتهضر مع الخيوطه. حسبي الله ونعم المقاطعه اللي عندكم هنا واش بوسماره ولا؟ انتي قلت لها امك كتقولي دوزي لامي كنقول لها امك ولات شحال اخرى. قولي لها ما بقاتش شي مربيه ليا ولادي جهرتي في حال امي. ولكن بقات فيا كنشوف المراه كتهضر بوحدها كتقول بالليل كتهضر بوحدها، داك النهار هنا خرجت كتبكي. جينا نطلعوا عليك انا كنعلق بها وكنبوسها غير باش تسكت، ويقول لي صافي بنيتي كتبوسي بيا باش تسكت انا غنسكت، ما كتسمعش ما كتسمعش. كما بات لينا عينها زرقاء دابا، عينها كلها زرقاء، بغينا نعرفوا لك زروق يمناش عينها زرقاء بات لينا. طاحت طاحت مرا كبيره ما دازت من بلاصه واقيلا تجيب شي حاجه تاكلها ولا تشرب، راه المراه طاحت ما عندهاش رجلين مسكينه طاحت المراه. هبطي لنا عاودي لنا على الزره ديالك هبطي صافي 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 حسبي الله ونعم الوكيل. اين مقاطعه هنا حاسب لكم بوسماره ولا بوسماره خويا؟ قال لي نقدم انا راني غادي ندوز وتيسير دوز. شحال دابا الوقت باش قال لك انا ندوز؟ شحال دابا شي لسه عنده انا واقيلا نهار الثلاث يعني قربت سيمانه واحد خمس ايام دابا ما كاين حتى شي حاجه. ملي سولت جرا قال لي ما جرا مقدم لا والو. شكرا تتمنوا هنا الدولة وأسرة التضامن دير الموقف هنا وتكفلوا بهذه السيدة مرة كبيرة و